نبداو بهاد مدونة السلوك اللي تكررت بزاف. مدونة السلوك، الخطاب ديال جلالة الملك كان أول مرة كان في 2012، ثم كان في 2014، ثم كان المرة الثالثة هي في هذه الرسالة الملكية الذكرى 60 ديال تأسيس البرلمان. التفاعل ديال البرلمان كان أول مرة، واش نديروا قانون منعزل أو نديروا مدونة السلوك. طبعا كاين الاتحاد الدولي للبرلمان، اتحاد البرلمان الدولي، وكاين الكوباك يعني الاتحاد العالمي للبرلمانيين ضد الفساد، وكاين الاتحاد العربي، وكاين حتى الجمعية المغربية للجمعيات المغاربة ضد الفساد. كلش كاينه، الدلائل، كاينه. عندنا القانون، عندنا الاتفاقية الدولية، بعدا ديك الاتفاقية الدولية حتى هي فيها على كل حال الإجراءات. فالنقاش اللي كان واش نديروها قانون خاص أو نديروها في المدونة. إذا درنا قانون خاص كيخصنا قانون نصادقوا عليه حنا ومجلس النواب وحنا ومجلس المستشارين. وأكثر من ذلك ملي كديروا كقانون فيه كيفاش غيدوز المحكمة الدستورية؟ ما عنده كيدير يدوز. ثالثا أنه كيكون بيدي بيدي المواطن أنه يمكن يستعملوا ضد البرلماني. فإذا أغلب الدول مشات لمدونة السلوك ودارتها يعني مع النظام الداخلي، وهذا الشيء اللي درناه. مدونة السلوك اللي عندنا جد متقدمة، أنا نقولها لكم جد متقدمة. الخطاب ديال جلالة الملك الآن اللي جا نتكلم على التحديات الأربع ديال العمل البرلماني، يتكلم على التخليق، صحيح. وجا وكان نقاش، قلنا دي حنا خصنا نتفاعلوا. كان التفاعل عبر اللجنة اللي كانت طلبتها العدالة والتنمية ديال اللجنة الإفريقية اللي نتكلم على الدبلوماسية، وكان التفاعل أننا نبدلوا المدونة، أننا الحجات ما تتكلم على مدونة للأخلاقيات بقانون ملزم، قانون وملزم. فإذا الإلزامية راه كاينة في هذا، ولكن فالتفاعل هو تشد المتابعات. كانت هناك أربع صيغ، الصيغة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. آخر الصيغه اللي عندنا هو انه غادي نمشيو فقط مع التقارير اللي كتجي من المؤسسات، سواء من المفتشيه العامه للاداره الترابيه وزاره الداخليه، او المفتشيه العامه للماليه، او المجلس الاعلى والمجلس الجهوي للحسابات. هادو هما اللي غنعتمدوهم كتقارير. طبعا فيما يتعلق بالجنحه العمديه، ما متعلق بالجنايه راه ما عندنا حتى شي اشكال، لكن حنا كنقولوا بان هذا موضوع ماشي غير البرلمان، راه الاصل خصو يتعالج في قوانين اخرى. فلذلك كتقول الناس الارقام زيدوا 15 يوم شنو هذا، واش العطله اهم من المدونه؟ لا، غادي نمسوا اذا مشينا بالزربه غادي نمسوا باربعه المبادئ. المس الاول هو بالقرينه ديال البراءه، قرينه البراءه. ثانيا غنمسوا بالكرامه الحصانه ديال النائب البرلماني، تخوي البرلمان ملي دير هذاك الشيء. نقول لك الشكايات في جميع الدوائر. ثالثا اننا غادي العمل ديال البرلماني في علاقته في التمثيليه ديالو للمواطنين غادي نمسوها. فاذا كاين مس بعدد من المبادئ. حنا قلنا هادشي خصو الوقت، ولكن هذا لا يعني ان في اطار التخليق اننا نمشيو للقوانين الاصليه، القانون التنظيمي لمجلس النواب، القانون التنظيمي للاحزاب السياسيه، القوانين التنظيميه والعاديه ديال مدونه الانتخابات، كلهم خصنا نمشيو نراجعوهم ونديروا فيهم اجراءات. ولكن سمحوني نفتح قوس، انا ما كنفهمش نهائيا فيما يتعلق بالتجريد، ان التجريد اللي كيوقع الان، هاد المتابعين عندنا سبعه مفرقين، كاين الدائره اللي كنعاودوا فيها انتخابات، كاين الدائره اللي ما كنعاودوش فيها انتخابات. اسمحوا لي، انا هذا منكر، وما خصش مجلس النواب يكون عنده دور فيه. للاسف الشديد اليوم كاين الدور عند مكتب مجلس النواب فيما يتعلق بهذا الموضوع. واحد الدائره كنعاودوها انتخابات، واحد الدائره كندوزو للثاني. هذا هو اللي ما خصوش يكون. هذا مسوم بالاخلاقيات ومسوم بالسلوك. تمشي للمساطير وتدير هذا ما عندوش عزل قضائي، هذا عنده عزل اداري، وتمشي تدلل ان هذا غياب، دار غياب ديال 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 سنه وهذا ما دارش. فاسمحوا لي، انا هذا خصنا نخليوه كله للمحكمه الدستوريه هي اللي تثبت فيه بكل الادوات. ما نعطيوهاش ادوات كنوجهوها، لا راه ما عندوش، لا راه هذا ما قدمش ما استأنفش ولا استأنف الى غير ذلك. وعلاقة بمدونة السلوك، هذا الشيء اللي داروا احد النواب باللجنة في سب رئيس دولة مجاورة، هذا كاين مدونة السلوك اللي خصو يتاخذ في حقه اجراءات، ما عندها حتى شي معنى.
حنايا في علاقتنا مع هذه الدوله الجزائريه عندنا موقف، وعندنا موقف من الرئيس ومن الحكومه ديالو ومن الجيش ديالو وكل شيء، كنعبروا عليها بمواقف سياسيه ماشي بالسب والقذف. هذا هو اللي ما كيخدمش القضيه ديال الوحده الترابيه ديالنا وقضيه الصحراء، وهذا هو اللي كيمس بسمعه البرلمان من مثل هذه السلوكات. فلذلك هذا خصنا كاملين نتوجهوا ضده، وانا اطالب من خلالكم رئيس مجلس النواب ليتخذ اجراءات مباشره في حق هذا النائب حتى لا يتكرر هذا الموضوع. ثالثا فيما يتعلق بالتنسيق ديال المعارضه، وخص يكون ميثاق. شوف حنا ما عمرنا وقفنا التنسيق ديالنا، باش تكون عندكم واضحه، عمليا ما عمرنا وقفنا. فيما يتعلق بالندوه، احد الندوات ما كانش على كل حال حضور ديال فريق محترم لاسباب كنعرفوها جميعا، لكن حنا اليوم كننسقوا. خص تقولوا لنا علاش رجعتوا؟ ياك بغيتوا تقولوا لا، اولا الميثاق فاتنا تكلمنا عليه، ما يمكنش نديروا ميثاق ديال المعارضه لانه ما عندناش برنامج اللي غننفذوه، الحكومه عندها برنامج. فاذا هي عندها ميثاق من اجل تنزيل ذلك البرنامج، حنا ما عندناش برنامج، كل واحد عنده برنامج ديالو. فلذلك حنا كننسقوا في الامور المشتركه، واللي تكلم عليه جلاله الملك هو اننا تكون صالح العام حاضر، صالح ديال المواطنين والدفاع عن الدوله والمؤسسات ديالها، هو هادشي اللي خدامين فيه. فلذلك ما يمكنناش مقترحات القوانين، للاسف الشديد حنا اتخذنا هذا القرار منذ زمن، ما يمكنش نهائيا نحضروا، يعني لما حضرتش الحكومه باش ونحن نقدم مقترحات ما غاديش نقدموهم. ما عندنا حتى شي معنى، حنا الدستور والقانون التنظيمي ديال الحكومه يدعوها الى الحضور وهي لا تحضر. فلذلك هذا من غير من غير من غير من غير المعقول. فلذلك خصنا هذه القضيه ديال التعليم غادي نرجع لها، هذه القضيه ديال التعليم سمحوا لي، لانه رئيس الحكومه تكلم كلام لا يليق برئيس الحكومه، وانا نقول لكم راه هو اللي لوت البرلمان ماشي حنا. علاش؟ لان ملي كتجي كتقول انتوما اللي درتوا اقتطاع للرجال ونساء التعليم، يا شريف القانون ديال 1985 المرسوم خرج في 2000 وطبقاته الحكومه لا عباس فاسي ولا بن كيران اساسا. ايوا شوف الشريف شنو بغيتي دير؟ قلنا شنو بغيتي دير؟ ما بغيتش ديرو حاجه اللي مزيان ما بغيتيش تطبقوا. قلنا انا نقول لكم يتجهوا بما هادشي اللي وقع في المحاماه وقع في التعليم، هذا رئيس حكومه يتجه نحو تخريب البناء الداخلي والحفر من تحت الاسس التي مكنت بلادنا من تجاوز عدد من الازمات، هو كيهدمها الان بهذه السلوكات لا اللي وقعت، وتبعوا مزيان وما يقع في التشريع ادهى وامر. فلذلك حنا كنقولوا له الشريف السيد رئيس حكومه انتبه، راك رئيس حكومه، راه رئيس واحد المؤسسه في المرتبه الثالثه في الهرم ديال الدوله. اليوم هذه السلوكات اللي كتقوم بها ماشي معقوله. ثم هذا الشيء راه كنتي في الحكومه، علاش ما هضرتيش؟ النهار اللي تم اتخاذ القرار ديال الاقتطاع لف حكومه عبد الله بكر وسعد الدين العثماني كنتي حاضر. الذين ابدوا مواقفهم معروفين، جوج ديال الناس. انا ما كنسربش الاعمال ديال الحكومه ولكن جوج من لم تكن منهم. يكون الرجل يقول انا راه كان عندي موقف سابق، ماشي الان. ما عمرك تفوهتي ولا مره حول الامازيغيه ولا مره حول التعليم ولا مره من غير هذاك الشيء ديال الفلاحه والماء. فلذلك خصك تكون مسؤول اليوم وتكون قد عندك مصداقيه، باش تكون عندك مصداقيه ما تجيش تتكلم بهذه الطريقه هذه. لما بغيتيش دير الاقتطاع قول انا ضد الاقتطاع وخرج وتفضل وراجع هذا الشيء كله، راك كتخرب. انا كنقولها بمسؤوليه. الاجراءات الدبلوماسيه اسمح لي سي 28%، لان احنا البناء ديالنا مبني في عندنا الشعب وعندنا الملتقيات على داك الشيء. دابا دوله دايره معيطه كتعيط الرئيس، خاص يمشي الرئيس او احد النواب ديالو. فاذا ما كون 56 ولا حنا النظام الدبلوماسي مبني على واحد النوع ديال يعني ما عنده علاقه ب يعني لا بالتمثيليه ولا فيه الا في بعض الجوانب، خرق الدستور وكيفيه المواجهه. شوف احنا هذا الفصل اولا فيما يتعلق لا بخرق النظام الداخلي ولا بخرق الدستور درنا اجراءات. شنو بغيتونا نديروا؟ راه حنا ممكن كمعارضه نفكروا في الاعتصام. بغيتو نديروا اعتصام؟ راه حنا فكرنا، انا نقول لكم فكرنا في انسحاب من جسد رئيس الحكومه. حنا كاملين قلنا هذا الشيء اللي ما بقاش كيحترم غادي نسحبوا. وفكرنا في يعني كانت مبادره وناقشناها ديال انه نمشيو للتحكيم الملكي. شنو بغيتونا نديروا من غير هذا الشيء؟
هذا كنقولوا له كيخرق الدستور. راه قال لكم السيد الرئيس حضر 11 مره من اصل 20 وكيحضر فاش يبغي باش يدير الاستعراض. ادعى تصوروا انتم جا كيقدمنا قانون الماليه في 2022 وجا كيقدمنا الدعم المباشر في 2023 وما كيبغيش يناقش ضد على الدستور الفصل 67 من الدستور. لاحظت هاد القضيه ديال العفو العام، سمحوا لي انا العفو العام قدمته اخت مزيان ولكن خصو يسبقوا النقاش. كتقول لنا واش غادي نخرطوا فيه ولا ما تنخرطوش فيه، صحيح، لكن حنا كنعرفوا بانه العفو فيه جوج ديال الادوات، العفو اللي كيديروا جهات الملك والعفو العام عبر مقترح. هذا المقترح راه ماشي 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 جديد، قديم وكتعرفوه كان في الولايه السابقه وكان النقاش حوله. اولا هل يحترم مقترح قانون كل الاجراءات؟ انا باقي ما دخلت، باقي ما كتبش عليكم، انا مع الاعفاء عن السجناء ديال الراي والصحفيين ولا غير ذلك، ما نقولكش انا ضدهم، وقلناها وسولنا وزير العدل في هذا الموضوع، لانه هو اللي كان كيقولها وكان كيتحرك فيها. ولكن فيما يتعلق بمقترح يحتاج الى هذه القضية الفساد وتضارب المصالح وتين دراره، أنا قلتها في كلامي وكنعاودها، راه ما كاينش غير تين دراره، كاينه ميدالت وكاينه من غير، فلذلك ما تترش علينا هذه الرشة ديال الماء وتقولنا الماء والحكومات السابقة باش تنسينا على تضارب المصالح وعلى لا، احنا ما غاديش نتعاتق، لن نتعاتق مع هذا الموضوع. أختم بالحكومة والإنجازات. في أولا كاينه حصيلة مرحلية تجي في يعني في الأبريل الجاي وغنقدموا كل شيء، كيخلينا خمسة بسرعة. الشغل قالوا مليون ونص، قلنا شحال الحق اليوم؟ مليون ونص اللي فقدوا الشغل اليوم، هذا الشيء اللي خرجت به الاسي بي اليوم. هذاك تتكلم جهات الملك على 550 مليار ديال الاستثمار، 500 ألف منصب شغل، شحال تحقق منها؟ بمعنى ان ديك مليون ونص ما كايناش، اللي كاينه عند الحكومه. فيما يتعلق بالتعليم راه 2500 درهم قالها الناس اللي غيديروا التكوين مباشرة، دابا كيقول لك 1500 درهم ومنين غنزيدهم راه أكثر من هذاك. هذا لاعب يعني بالمصطلحات. قلتي 7500 درهم هو الحد الأدنى لكل معلم، هذا الشيء ما كاينش نهائيا وما يمكنناش. فينا هو مدخول كرامة؟ يلا